واليوم شمينا واحد الريحه ديال الغاز، يعني الغاز قوي، الريحه قويه، والسكن هنا كل شيء خايفين، و يعني ما عرفناش حنا هاد الريحه منين جايه، ولكن الناس بقاو يقلبوا حتى لقاو شي بلاصه فيها يعني الريحه اكثر، وقال كان شي قادوس تحت الارض دايز ومنفس من تحت. وهادشي اللي كاين، جاو صحاب السلطات وجاو الناس اللي كي الصحافه وجاو هادي وجاو هادي. المهم الحمد لله هاد الساعه راه باقي ما وقعت حتى شي حاجه في كوارث، ولكن يعني كلشي مبلوكي، غنشوفوا هادشي ان شاء الله شنو وقع. لا غير اول مره خويا في هادشي ديال الغاز اول مره. كانت الريحه ديال ليسانس ديال المازوت، ولكن ملي كان لا سمير، دابا لا سمير راه تحبس ما بقاش. هادشي اللي كاين اخويا. واش نقول لك اخويا، حنا راه عندنا هادشي عادي، ولكن الله يحفظ الا مشات تنوض شي عافيه ولا شي حاجه، راه كلشي غادي يمشي، ما نبقاو لا حنا ولا هاد الناس اللي كاينين. وراه معلوم تخلع، راه كاز هذا اخويا، راه كاز، الا مشيت تنوض شي حاجه راه كلشي غادي يمشي مزيان. هذا هو اللي كاين اخويا. كاين شركات اخويا، راه كاين سامير، وكاين يعني الشركات ديال البترول، كاين ديال الغاز، كاين شركات بزاف كاينين موجودين. ما عرفوش المنبع ديال هذا الغاز؟ لا ما عارفين حتى شي حاجه. دابا حنا مني فين كاين بعد هذا الشيء، باقي ما جبدوش، يعني باقي ما كاين الناس كيقلبوا على الفويت فينا هي باش يسدوها. هادشي اللي كاين اخويا. اول مره كيوقع هاد الريحه، اول مره كطلع من هنا. انا سنين حنا ساكنين هنا، ولكن اول مره كطلع هاد الريحه من البارح في العشيه وهي كطلع، واليوم مع الصباح. اليوم في هاد العشيه عاد دخلوا القوات المساعده والوقايه المدنيه والامن، هما اللي دخلوا في هادشي، هما اللي حيوا هادشي، هما اللي نظموا هاد السير وكلشي. حنا كنشكرهم وكننزازو كلشي اللي الناس اللي عملوا هنا، لا من السلطات المحليه ولا كل شيء. الريحه قويه يعني؟ البارح في العشيه، واليوم مع الصباح اللي كانت شويه الريحه قويه. تخنق؟ كاين اللي تخنق، الانسان اللي عنده ضيق التنفس كيتخنق. حاولتوا تعلموا انتم اللي علمتوا؟ لا، السلطه المحليه اللي جات دخل في هادشي، وهما اللي علموا، هما اللي الوقايه المدنيه والامن وداك الشيء، وجاو دخلوا هنا. احنا تخنقنا ملي جينا هادشي، راه تخنقنا، احنا صعبات كلشي حاجه قويه. الناس كلشي كيتجمع هنايا كيوقفوا هنايا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.